مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مشاهدي موقع بصراحة الهواية في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في لايف جديد. ضيفنا النهاردة العمدة أحمد ياسين العزومي، من كبار الأعداد العرفية داخل محافظة البحيرة. هنعرف منه أسرار وخبايا الأعداد العرفية، ويعني طريقة العرف في حل المشاكل الصعبة بتكون إزاي. برحب بحضرتك يا معالي المستشار. اهلا وحضرتك استاذ عمرو، نورتنا وشرفتنا واسعدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم الفزع الاكبر، اللهم امين. وبعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. يسعدني ويشرفني اليوم على هذا الموقع الجميل، المنبر العملاق الذي له مكانة في صدور آل جمهورية مصر العربية، بل والعالم الإسلامي وجميع العالم في شتى بقاع الأرض، أو في مشارق الأرض ومغاربها. أنا أقول وبالله التوفيق، العرف العربي في الوطن العربي له قيمة وقامة، وله يعني مكانة في قلوب الناس وفي نفوس الناس وبين القبائل، جميع القبائل، لن أقول قبيلة العزايم ولا قبيلة الجماعات ولا قبيلة كذا ولا كذا، ولكن أقول في لجميع القبائل. وأنا يعني أرى أن الناس لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. نحن جميعا أولاد آدم، وكلنا من آدم وآدم من تراب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معالي المستشار، حضرتك قلت لي أن القاضي العرفي لابد أن تتوفر فيه عدة شروط. مواصفات القاضي العرفي. مواصفات القاضي العرفي أن يكون حكيما، أن يكون رجلا له الهبة وله الشموخ الواضح في قبيلته او بين قريته او في وسط ناسه، مثل ما يكون. يعني عايز نقول مثلا انا هنقعد في قعده عرفيه، انا فيه ناس رضياني والطرف الثاني ما يعرفنيش او ما رضانيش، فانا ازاي نكون راجل عند المقدره والموهبه ان انا نرضي الطرف الثاني اللي ما يعرفنيش، اللي هو جاي مكتظ من الطرف بتاعه وشاملني انا كمان مرضي الطرف الثاني عليه؟ لازم يكون عندي المقدره الجميله اللي انا نقدر نقنعه بيها. عشان كده استاذ عمرو بنبدا في الاعداد العرفيه دائما وابدا. انا طبعا واخواني العرفيين المميزين بفضل الله عز وجل بحاجه اسمها صلح الكرام. صلح الكرام ده اللي هو الصلح بنسموه في العرب الصلح الابيض. الصلح الابيض ده اللي هو صلح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا قال والقاسمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مرتبه طبعا جميله، خدت بال حضرتك. فاحنا بنبدا بصلح الكرام في الاعداد العرفيه عشان خاطر نقنع الناس ان احنا لا ناقه لنا ولا جمل، يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لازم ان يكون الطرفين في ايدينا. ازاي يجوا في ايدينا؟ لما يحسوا الطرف اللي هو مش جايبك وما يعرفكش، لما يحس فيك المصداقيه، لما بتعرض عليه صلح النبي صلى الله عليه وسلم، تبدا بالايات بتاعه الصلح والصلح خير، وتبدا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدا تقنع الناس وتقول للناس تبين الحجه الشرعيه الاول، وتبدا الفروسيه والحناكه العرفيه العاليه بينهم في صلح الكرام وتظهر. وكثيرا من حالات الاعداد العرفيه والزعام، يعني عايز نقول لحضرتك يكون 30% بتتحل بدون عد، يعني بدون الطرف ده ما ينشر غسيله. احنا بنقول ما تنشرش غسيلك قدام الناس، احنا مش عايزين نعرف اللي بينكم انت ده اذا كان نسب او اذا كان. يعني انا جاتني ناس كتير عندي في المربوعه في بيتي، كتير جاتني من برج العرب، كتير ناس كتير جات من الصعيد، ناس كتير سافرت للناس دي كتير من جميع المحافظات، بيخشوا ونبداوا صلح الكرام. وانت تخلص صلح الكرام ما دام ان الطرفين ارتضوه، ولو ما ارتضوليش الطرفين انا لازم نبدا بصلح الكرام عشان نقنع الناس فعلا ان انا جاي ارضاء لله وارضاء للطرفين، وماليش بنميز حد على حد عشان خاطر الناس تكون. فهي دي الحناكه العرفيه والفروسيه في القدر العرفي. حضرتك قلت لنا ان انت يعني حليت مشاكل كتير كمان خارج مصر، يعني الاعداد العرفيه كمان، يعني ربنا وفقك ان انت تحل حاجات خارج مصر. والله يا استاذ عمرو، انا من يعني كان من القضايا الغريبه او اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها. في يوم اتصل بي حد من اتصى فيوم،
على مشكله اكل وبتاع، فاتكلمنا فيها والناس بدانا نحل في مشكلتها. المشكله يا استاذ عمرو تتلخص عشان وقت حضرتك الثمين، ان كان في شاب قتل في الفيوم وسافر راح الى ليبيا، ولما سافر طبعا ليبيا هناك الناس اللي هم اهل الثار اولياء الدم يعني صفروا حد معين وراه هناك وقتلوه هناك. فالناس هنا قالوا احنا مش هيقضينا فيه، لو اندفن بره البلاد مش هيقضينا فيه 10، لكن لو جه يبقى هم خدوا واحد فواحد، خلص الموضوع. وفقني ربنا عز وجل واتدخلت وجبت الراجل من ليبيا اللي هو المقتول عن طريق طبعا الامن والنظام، وربنا وفقنا في هذا الامر طبعا، وكان في مساعدات امنيه جميله خدت بالك من البلدين، وجبنا الطرفين في هذا الامر والموضوع انحل بالقعده العرفيه وكل واحد خد حقه، خدت بالك، بشربة شاي في موضوع اكل. من اغرب القضايا برضو اللي هي حلناها زي موضوع القتل اللي هو قدم فيه الكفن، كان الحكم المميز واللي هو يرضي نفوس الناس. حصل دي معايا في الصعيد اكتر من يعني كثيرا من الحالات العديده، لن اذكر عددها طبعا لكثره المشاكل بين الناس، وطبعا انت عارف صعيد مصر يعني عندهم العصبيه والشموخ شويه، خدت بالك، كان اقوى حاجه ترضيهم ان الطرف الثاني يروح بالكفن الى ولي الدم ويقدمه له ويحط يعني نفسه قدام منه وبيقول له انا فوضت امري الى الله ثم اليك، هتعفي عني هتعفي عني، هتقتلني انا جاي لك لحد عندك. فالناس بتطب بعضها وتحضن بعضها ويتصافحوا وعلى كتاب الله ويتعاهدوا وتعيش وتستقر الحياه بالقضاء العرفي. طيب لما تلاقي ما يعني طرف من الطرفين مش جانح للقضاء او القضاء العرفي، واللي هو يعني تحس ان هو ايه زي ما بيقولوا بيتفلت كده، ده بتعمل معاه ايه بقى؟ بنحاول طبعا يعني بنقول له بنفهمه الاول، ربنا سبحانه وتعالى قال وان جنحوا للسلم فانجح لها وتوكل على الله، لازما الانسان يمد ايده للسلام، وبنعرف بنبدا نخش يعني بنعرفه انت حضرتك زعلان ايه، فبيكون في بعض الامور منها مثلا ان في امر معين غايزه خالص، وممكن الامر ده يكون امر ضعيف بس هو يعني اتعامل معاه او مع اهله او مع عيلته او مع ابنته بنيته او مع حد بيكون يعني مزعله جامد، فانا بنحاول نرضيه بالطريقه اللي ترضي الله عز وجل ثم ترضيه، خدت بال حضرتك، وبنحاول نحل معاه وبنحاول نجيبه، بنقول له تعالى القضاء هيحكم لك بايه؟ احنا مش ضد القضاء، لا ده احنا بنشيل العبء عشان المحاكم بقت مسحومه من استاذ عمرو من كثره القضايا، فبنحاول ان احنا اللي نقدر نحلها بنحلها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فبنحاول نقنعه وبنحاول نجيبه باي طريقه، حتى لو ما رضاش في القعده العرفيه بنحاول نتعب شويه بنسافر له، بنروح له مره اتنين اكثر، بنحاول نستدعيه، بنحاول نشوف مين اللي هو مؤثر في بلده او في عيلته او في القبيله بتاعته، وبنحاول عن طريقه نرضيه بالطريقه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضيه، وبنخلص الموضوع بالقعده العرفيه دون انين. احنا بنشكر حضرتك جدا وربنا يعينك يا رب دايما على الخير حبيبي، وحضرتك دايما كاتب موجود في اي حاجه فيها خير حبيبي يا استاذ عمرو، بنشكر حضرتك مع المستشار، ربنا يعزك. انا طبعا دائما وابدا بنقول يعني عشان الساده المشاهدين، احمد محمد طه ياسين كان في طريقه معترضين طبعا، اتى بالحق بغير انين، مجلس عرفي فيه تحكم، اتى بالحق بغير انين، اسال ربي عظيم الشان ان يرزقنا بحور عين في الآخرة، اللهم آمين إن شاء الله. بنشكر حضرتك يا عم حبيبي، ربنا يعينك، بارك الله فيك.